السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فقد جمعنا الله سبحانه وتعالى ببعض إخواننا على وليمة عشاء حضرها بعض الفتيان أو بعض الغلمان، ف مع لقاء أو لقاء مع بعض هؤلاء الفتية، وهذا الاصطلاح الأنسب لهم لأنهم بين العاشرة إلى العشرين، فممكن نطلق عليهم الغلمان. قال ابن عباس: وأنا غلام قد ناهزت الاحتلام، أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى يصلي إلى غير إصدار، وأنا على أتان وأنا غلام قد ناهزت الاحتلام. فممكن نسميهم غلمان، ممكن نسميهم فتية، إنهم فتية آمنوا بربهم. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، شتان بين الفتية اللي آمنوا بربهم وبين الفتية الذين أمامنا يلبسون البناطيل الضيقة التي تجسد العورات، ولم يكن هذا من شأن الخليل إبراهيم عليه السلام. فنبدأ بكتاب الله أولا مع فتى موقرا شيئا ما، يلبس ثوبا طيبا يستر نفسه. اقرأ كتاب ما تيسر لنا من كتاب ربك، فقبلها أنت الذي استشرفت، يعني ما أعرفك أنت أردت أن تقرأ. ثم إن النبي يقول في شأن الإمارة: من أعطيها عن غير مسألة أعين عليها، ومن سألها وكل إليها. فأنت الذي وضعت نفسك هذا الموضع، وأمامك علماء تجويد وقراءات، اقرأ ما تيسر لك من كتاب ربك ولا تطل. ما اسمك أولا؟ محمد الجمل. محمد الجمل؟ أنت جمل؟ لا. اسمك ثلاثي؟ محمد بن عبد الفتاح الجمل. محمد بن عبد الفتاح الجمل. ذكرت الوصلة بينك وبين أبيك، يبدو أنك تحب أباك. نعم. محمد بن عبد الفتاح، لأن صاحبك هذا يقول اسمي محمد سعد، زعلان من أبيه واللي لي بس محمد عبد الفتاح الجمل. نعم. اقرأ يا محمد بن عبد الفتاح الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك وحفظك الله، وهنيئا لك بحملك كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يبارك فيك، فخير زاد أو من خير الأزواد التي نتزود بها للقاء الله أن نكون حاملين لكتاب الله، عاملين به. أعانك الله على العمل بهذا الكتاب العزيز. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فسؤالي لك: هل أهل القرآن هم الحفظة فقط، أو الحفظة العاملون، أو الحفظة الدعاة إلى هذا الكتاب العزيز؟ أجب. كل من عمل بكتاب الله عمل بأحكامه. يعني أهل القرآن الحفظة أم العاملون به أم المتدبرون له أم كل هؤلاء؟ كل هؤلاء المعنى واسي. المعنى واسي، يعني يشمل هؤلاء أهل القرآن، يشملون حملة القرآن وحفظة القرآن والعاملون به، والعاملين بهذا القرآن. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. لا شفت أنا يعني لماذا صنعت هذا؟ عندنا في المذهب الشافعي يعني مندوب. ما المندوب عند المذهب الشافعي؟ توقير العلماء وتقبيل الأيدي. موجود تقبيل أيديهم في المذهب الشافعي. فأي الكتب في المذهب الشافعي؟ كتاب الإقناع. الإقناع عندنا في الدراسة. طيب، وين قلت لك أنا أحب هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أكثر من حبي لأي مذهب؟ أنا ملوم؟ لا. طيب، هل فعل ذلك الصحابة مع الرسول؟ لا. لا. طيب، لماذا عدلت عن هدي الصحابة؟ حبا لك يا شيخ. جزاك الله كل خير وزادك الله أدبا. اللهم آمين. والصحابة كانوا يحبون رسول الله حبا أكثر من حبك لي. جمعنا الله يكفي الفردوس. أشكر الله ثم أشكرك على هذا الأداء. دعنا نسأل إخوانك. دعنا نسأل إخوانك. تعال يا من تلبس هذا الأحمر، تعال يا إسماعيل، أجلس هنا يا إسماعيل، أجلس يا إسماعيل، لأن لنا معك لقاء. ما هذه العلامة يا إسماعيل؟ علامة ماذا؟ كرة سلة. ولماذا كرة سلة يا إسماعيل؟ سمعنا بس، لماذا وضعت شعار كرة السلة على ملابسك؟ لا تدري؟ مش صح اننا ندري ولا نلبس اي حاجه؟ هب ان طب ما الكتابه المكتوبه عليها؟ كره القدم الامريكيه. انت تحب امريكا؟ لا عادي. تحبها ولا تحبها؟ عادي. عادي يعني ما هو يحبها يكرهها. أنا نفسي مثلا أكره الكفر وأكره الكفرة وأكره الذين يقولون بإباحة زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة. فأنت تحبهم أو تكرههم، أو تحب تقدمهم العلمي في الدنيا وتكره دينهم؟ أحب تقدمهم العلمي وأكره الدين. تكره دينهم صح كده؟ نكره دينهم صح كده؟ إذن لا نتشبه بهم، لأن اللي تشبه بقوم فهمينهم صح كده مظبوط. وافرض انت مكتوب على الكلمة باللغة الأعجمية، عفوا يعني في ناس تلبس ثياب مكتوب عليها أشياء لا يعرفون معناها. يعني واحد لبس ثوب مكتوب عليه انه هو حمار ولا يدري انه يرضيك. طيب بعد كده تلبس ثوب تفهم ماذا عليه ولماذا اخترت الأحمر. شجع الأهل. أنت تشجع الأهل، والأهل هذا سموا أنفسهم بالشياطين الحمر. هل يجوز لأحد أن يسمي نفسه شيطان أحمر؟ ما قال يعني سمي نفسي شيطان عشان كرة القدم؟ شيطان ده ملعون ولا مش ملعون؟ وينفع أنت بتشجع النادي اسمه الأهلي ينفع تسمي نادي الفراعنة والفراعين؟ فرعون ده مش ملعون، وتبيعوا في هذه الدنيا لعنة. احنا لا ندعو الزمالك ولا الاهلي، بس كله خربان.
بعيد عن الدين يعني، لكن هل تسمية نادي الأهلي بالشياطين الحمر ينفع؟ طب إذا توجه نداء لإدارة النادي الأهلي أن تحذف اسم الشياطين الحمر، وغيرهم يحذف الشياطين الزرق، وغيرهم يحبط الفراعين. صح الكلام ده ولا ايه؟ ترضى تكون شيطان يوم لقاء الله؟ ها؟ ترضى يطلق عليك في الدنيا شيطان؟ طيب خلاص، إذا الأحمر ده مش عارف فيه يعني حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن للمعلومية كل الأحاديث التي وردت في النهي عن الثوب الأحمر حظك يعني كلها ضعيف. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. اسمك يا حبيبي؟ إسماعيل محمد فليفل. إسماعيل محمد فليفل، ولماذا لم تقل إسماعيل ابن محمد؟ مش الرسول محمد عبد الله ولا محمد ابن عبد الله؟ لا، محمد ابن عبد الله. وعمر؟ عمر ابن الخطاب. ينفع قول عمر الخطاب؟ لا. زوجة رسول الله ما اسمها؟ أي واحد، اختار أي واحد. بنت جحش. زينب جحش ولا بنت جحش؟ بنت جحش. بنت جحش. يبقى أنت مالك؟ إسماعيل ابن محمد ابن فليف. بارك الله فيك يا إسماعيل. لما أنت مضيق البنطلون كده يا سمعة؟ مضيقتوش. أنت مضيقتوش لكن شري ضيق. ترضى يا إسماعيل. أنت إسماعيل اسم نبي، وأبوك محمد اسم نبي، وبعد كده فلفل من الجدام. شطة ماشي. رحمة الله على والده. الله يرحمه رحمة واسعة. ما هو اسمه محمد. لكن أنت يرضيك يا إسماعيل، وأنت اسمك على اسم صادق الوعد نبي الله إسماعيل، تلبس بنطلون محزق يبين القبل والدبر يقسمها؟ لا. وكيف تقف أمام الله وأنت محدد العورات يا سمعة؟ ها؟ لا. لا. طب عندك نصيحة توجهها لإخوانك الشباب؟ صلي الفجر يا إسماعيل في جماعة ولا لا؟ جدين. ولماذا؟ متى تصليه؟ أغلب بيبقى وقت ورايا دروس الصبح، أغلب عشان أصحى. إيه؟ بيبقى ورايا دروس الصبح فبنام عشان أصحى. وراك دروس الصبح فبتنام عشان تصحى. تصحى الساعة كم يعني عشان الدروس؟ الساعة 7 يعني بعد طلوع الشمس. الله يحفظك يا إسماعيل وغفر الله. أنت بالغ ولا طفل؟ يعني بلغت ولا لسه صغير؟ الحمد لله. بالله عليك يا إسماعيل، لو كان عندك امتحان الصبح في الثانوية لما الفجر وقالوا لك الامتحان الفجر، هتبيت على أمك هتبيت عليك وتبيت على أبوك كلهم صحونك ولا لا؟ طب ليه يعني تتوان في حدود الله يا إسماعيل؟ ما أنا بصحى أغلب الأوقات وأوقات لا. إسماعيل مش هطول عليك، لكن الرسول يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. صلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنون لشهد العشاء. لذلك في بكرة واحد في بلدكم بيوزع على كل من صلي الفجر 1000 جنيه هتصحى. صح ولا مش عايز؟ إسماعيل، قرآن الفجر ربنا يقول وقرآن الفجر، وهو القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر، كان مشهودا، يعني تشهد والملائكة تسمع. في ملائكة بتحضر في صلاة الفجر وتحضر في صلاة العصر. يسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، يعني ربنا لما يسألهم إسماعيل جاء ولا ما جاء؟ ما في إسماعيل اليوم في المسجد. يرضيك الله يكرمك يا إسماعيل. تريد توجه نصيحة لإخوانك ولا أنت أولى بالنصح يا إسماعيل؟ أولى بالنصح. جزاك الله خير. إذا اعترفت بذنبك لا تؤخر الصلاة حتى يأخذ وقتها يا إسماعيل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
قال ابن مسعود والله ما تركوها إنما أخروها حتى خرج وقته. ألف سلامة إسماعيل. ترى إسماعيل في لغة إسماعيل وإسماعيل وبس ما عرفش سمعة. ألف سلامة. شوف غيرك عم إسماعيل صلى على النبي كده حافظ على صلاتك. تفضل عم إسماعيل. من المستشرف؟ من الذي يريد حتى لنفرض على تعال أنت. أنت منهم؟ من أصحاب ال حافظ. كم اسمك الأول؟ محمد. محمد بن محمد أمين. الرسول عليه السلام لما أتاه وفد عبد القيس أول ما دخل عليه قال من الوفد من القوم؟ قالوا وفد عبد القيس. قال مرحبا بالوفد مرحبا بالقوم. فكلمة مرحبا في الشرع أنت حافظ القرآن؟ الحمد لله. قالوا لا مرحبا بكم. قالوا لا مرحبا بكم يعني أقول لك لا مرحبا بك. يعني كلمة مرحبا موجودة. تعرف لها شواهد من السنة أن نقول كلمة مرحبا بفلان لغة العرب التي جاء بها القرآن في لها شواهد من السنة. تحفظ أي حديث فيه كلمة مرحبا؟ مرحبا بالقوم. مرحبا بالقوم وزد. في كان حديث اسمه حديث المعراج. تعرف معراج يعني ايه؟ ايوه الصعود الاسراء السير ليلا والمعراج الصعود من السماء من السماء الى الصعود من الارض الى السماء. ايوه سماء بعد سماء بعد سماء. في الحديث ده في كلمه مرحبا؟ انا مش متذكر. لما جاء جبريل يستاذن مع النبي عليه الصلاه والسلام على خازن السماء الاولى وجد فيها من؟ ادم. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. كل سماء يقولون مرحبا مرحبا مرحبا. والرسول كان إذا ذهب إلى دخلت عليه فاطمة قال مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي. فكلمة مرحبا حلوة وطيبة أحسن من هلو. تفسني أنت ثانوي أدبي أزهر أدبي. ولماذا ذهبت إلى الأدبي؟ يعني عشان مهتم يعني بالقرآن والعلوم الشرعية وكده. وأدبي في القرآن والعلوم الشرعية؟ ولا يعني في فلسفة و لا بكل زاد اختصاصا العلمي في المواد الشرعية في الأحداث. أنا أكثر يعني اختصاص. طيب مش كان الأزهر أحسن؟ إيه؟ أزهر. ماشي. أدبي أزهر. أزهر أحسنت أحسنت أحسنت. بسم الله عليك. حافظ كم جزء من القرآن يا عم الشيخ؟ ختمت الحمد لله وبراجع دلوقتي. ختمت وتراجع. تهتم بالمتشابهات او لا؟ لا لسه دي اول ختمه لي بعد اول ختمه اول مراجعه بعد الختم. تستطيع تسمعنا اي شيء من القران؟ ايوه الحمد لله. صوتك حلو ولا نص ونص؟ أيوة حلو الحمد لله. اي ايتين كده حلوين زيك كده. الله المستعان. الله يخليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء مشكورا.
جزاك الله كل خير وبارك الله فيك محمد. نعم. أنت قلت أول ما قرأت بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطوف عليهم ولدان مخلدون. هل التسمية تشرع عند القراءة من وسط السور؟ لا، الاستعاذة. الاستعاذة فقط. أنت خلاص، يبقى أنت مش هنوجه إليك السؤال الثاني. تفهمين كلام فهم ولا مخك؟ الاستعاذة هي المشروع. الاستعاذة هي المشروع. معلش أسألك سؤال يعني ينم عن فهمي شوي إن كنت. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. إذا رأيت ثم، ما معنى ثم؟ لا تعلم. طيب، وأزلفنا ثم الآخرين، برضو لا تعلم. من يعرف يا شباب؟ مش كتاب ربنا لازم تعرفه. ثم هنالك مطاع ثم أمين، يعني جبريل مطاع هنالك في الملأ الأعلى. أزلفنا ثم الآخرين، قربنا هنالك الآخرين إلى البحر حتى يغرقهم الله سبحانه. مقبلك سمى معناها هناك، هنالك، صح كده؟ الأخ ده تعالى كده، اسمك إيه؟ لا، اللي أمامك ترضى ولا تخاف؟ خايف؟ تعال أنت، تعال يا عمر. لا ده، لا ده أنت معي. عمر أنور، ماشي، خليك كده، كيف امام الناس. شوف يا محمد، انت في سنه كام؟ اجلس يا حبيبي. ايه اللي تنتقده على هذا، على الاخ عمر، او تثني عليه به؟ ما الحاجه الحلوه اللي فيه في شعره، وما الحاجه الحلوه اللي فيه؟ حلقه يعني وخلف الهادي الرسول عليه الصلاه والسلام. حلقه بقول انت بقول. هو شوف بقى. خالف هدي الرسول. خالف هدي الرسول. لماذا؟ ما هدي الرسول يعني؟ ان الشعر يكون كله متساوي، ما يكونش قزع يعني. ما يكونش قزع. يعني حالق بعض الشعر من هنا وسايب الشوش يعني، بس اكبر منه. ماشي. صبرا. الرسول سنها عن القزع. والقزع ان يحلق بعض الشعر ويترك البعض. سموه ايه في اللغه العاميه؟ كابوريا ولا ايه؟ ما اعرفش. سموه ايه؟ تدريجي. ماشي، ما انت عارف كل حاجه. هم لابس. طيب سنه ايه؟ رايح تلت اعداد. تحفظ اي حديث عن رسول الله؟ اي كلمه قالها النبي تعرف؟ اي كلمه قالها النبي؟ ايوه عارف. طيب كل سمعنا كده اي حديث. احنا ما تسكت، انت بتغشيش ليه؟ في حاجه في عند العلماء اسمها الملقن والملقن. الملقن ضعيف والملقن ضعيف، الاثنين ضعفاء. انت تغشنا الان، انت تغشنا. ها، غير هذا الحديث، اي حديث، اي حديث عن النبي محمد. هو مش فاكرهم الوقت. شكرا والله، بس مش يعني. طيب انا اسالك سؤال. ماشي. تحفظ العشرة المبشرين بالجنه؟ عارف سبعه منهم. سبعه منهم. تعرف فريق الاهلي 11 واحد؟ لا، انا بشجع الزمالك. يعني هو مش حافظ من العشرة المبشرين سبعة، كويس ناجح يعني، سبعة ناجح، لكن حافظ فريق نادي الزمالك ومش حافظ الأهلي لأنه بيكرهه. طب لماذا أنت تشجع نادي الزمالك؟ كاسم زال ميم ألف لام كاف ولا الحاجة تانية؟ لماذا تشجع الزمالك ولا تشجع الإسماعيلي ولا تشجع الأهلي؟ لماذا يعني؟ ما الحامل لك على تشجيع فريق دون الآخر؟ أبويا وعمامي كلهم زملكاوي، أنا زملكاوي زيهم.
ارسل ايه ده؟ ارسل ينفع كده يا محمد؟ لا لا. وانت اهلاوي وابوك اهلاوي؟ لا دي ولا دي؟ ها؟ لا دي ولا دي؟ يعني ما ينفعش الكلام اللي قاله ده يعني. يعني ان وجدنا ابانا على امه وان على اثرهم مقتدون. يعني ابويا زملكاوي وانا زملكاوي مثلا. له بداع في الوقت. ها؟ له بداع الوقت فيه وخلاص. وتعصب بقى وكلام. ماشي. من مدير نادي الزمالك الان؟ مشيت مرتضى منصور مشيت. متابع الاحداث يعني؟ متابع الاحداث. والله يا ليتك تكون متابع لاصحاب رسول الله. من سيف الله المسلول؟ ده الملقب. من أسد الله من الصحابة؟ أسد الله تقريبا حمزة. حمزة لا لا صح. أه؟ لا كويس كفرت عن قطة. جزاك الله خير يا عمر. أنور. يا أنور. جزاك الله خير يا أنور. الله يبارك فيك يا عم أنور. عندك نصيحة تريد توجهها للأخ اللي جالس؟ ده. أنس. أنا اللي ماسك التليفون ده اسمه أنس. أنس. أنس شجعت اللي ما شجعش الأهل. هذا الأفكار يا إخوة أفكار الناس كيف تسير وكيف تدور. أنت حزين من انتصار الأهل ولا فرح؟ لا حزين والله. أحلف بالله يا شيخ محمد هذه الأفكار الشبابية حزين. ولماذا الحزن يعني؟ لماذا أحزن ولماذا أفرح؟ بالله عليك يا أنس يا أنور يوم إن أنا ألقى ربي سبحانه وتعالى يوم القيامة وتخرج لنا صحيفة كده مكتوب فيها أعمالنا هل سيسعدني أن أقول الزمالك انتصرت أو الأهلي انتصر؟ قلنا ذا كلام ملوش لازمة. ملوش لازمة. الله ينور عليك. كم سنة كم السنن الرواتب يعني سنة الفجر كم؟ سنة الفجر اثنين قبل واثنين بعد الفجر. لا الفجر ملوش تقريبا. لا الفجر اثنين قبل واثنين بعد بقى اثنين قبل واثنين بعد الفجر كده اثنين قبل واثنين بعد. لا لا صلح لي يا محمد. اثنين بس ماشي. قبل ولا بعد؟ لا قبل الفجر. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتي الفجر خير. في الركعه الاولى ايه بعد الفاتحه يعني؟ بعد الفاتحه؟ ايه. سوره بعد الفاتحه سوره من سور القران. ايه يعني؟ إيه مستحب يعني. سوره الاخلاص اي سوره من سور القران ولا بعد الفجر يعني من الجمعه ولا؟ لا بعد سنه الفجر يوميا يستحب ان نقرا فيه ايه؟ تعال انت. ده الانسان بس سنه الفجر يا عمي. ركعتين الفجر. اي سوره من سور القران؟ ما اي سوره بس كله جائز بس في سورتين كان النبي بيقرا بيهم ده يوم الجمعه مش في الكافرون والاخلاص صح ماشي. الله يبارك فيك. تعرف اي اسم زوجه من ازواج النبي الا عائشه؟ عائشه معروف. تعرف اي زوجه من ازواج مين؟ السيدة خديجة. طب في واحدة غير خديجة كده؟ في مين؟ مريم قبطية. ها؟ مريم قبطية تقريبا. مريم قبطية بس هي أم ولد مش زوجة يعني مش أمهات المؤمنين يسمى أمهات المؤمنين. أنت لك أي أخت لك أسماء أخوات؟ بتسموا ايه تبع مين؟ يعني اسماء اخواتكم بيسموهم يعني تبع اسماء نساء الرسول وبنات الرسول لا جهان والحاجات دي؟ لا هنا وجهان وكده. ها؟ هنا وجهان وكده مش هنا وجهان وكده حلو ماشي. هنا وجهان وكده حلو ماشي. جزاك الله خيرا. بس انت صراحة يعني
جزاك الله خيرا النبي يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه وانت مرح. انا عارفه اصلا بس ما يعني قلت مش لازم اقول لهم يعني مش كده مستاهلش. عارفهم بس مش لازم اقول لهم يعني. لا طب كاتمه ايه يعني كده صغيره. اهلا سلام محمد. مع السلامه يا عمي انور. انور من اقول اسمي يعني براحتك. يمكن ذكر اسم عوره. حمزه ابراهيم. حمزه بن ابراهيم ابن احمد. تفضل يا حمزه. الف سلامه يا جماعه. مع السلامه. نعم نكرر الاخ احمد الجمل بعمر ان شاء الله كده على اداء الطيب. مشكورا يا سيدي. ماشي جيب جواز سفر وان شاء الله نطلع عمر. خلاص يا عم ماشي الحمد لله. وبعدين ما تقول الحمد لله واحد قال لك هديه لك عمره عشان صوتك الطيب بالقران مش تسجد شكرا؟ كان الرسول اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا صح؟ سجدها داود توبه ان نسجدها شكرا. صح صح انت مال مخك تسجد لغير قبله؟ قبله كده ماشي. اختم لنا بواحد يا شيخ محمود انت. ناخذ الاخر هذا اللي هو ورا محمد. هو رافض. لا مش اللي رافض اللي قدامه. لا اللي امامه. ايوه يا اهلا وسهلا. قراته طيب. السلام عليكم. ما اسمك؟ عبد الغني بن محمد عبد الغني. عبد الغني بن محمد عبد الغني. عبد الغني ابن محمد ابن عبد الغني. انا مؤكلم. يعني ابوك سماك على اسم جدي؟ جد. لا على اسم عمي. على اسم عمك؟ انت عبد الغني ابن محمد ابن عبد الغني. صراحة. ها؟ جد الجد. ايوه وعمك ايضا اسمه عبد الغني؟ عبد الغني ابن عبد الغني. ماشي. في اي سنة يا محمد ابن عبد الغني؟ 2008. ها؟ لا أولى سنة. أنت مواليد 2008؟ لا 2008. كم يعني كم سنة يا واحد؟ 15 سنة ونص. 15 سنة ونص. و 2008 ماشي. مش عايز أسأل أسئلة محرجة بقى يعني. بلغت ولا ما بلغتش؟ نعم يا سيدنا. ايه لسه؟ لا نعم. بلغ. ما هو ما علامات البلوغ؟ مش في مش سؤال شرعي يا جماعه؟ ما علامات البلوغ؟ في واحد من امامك مش عارف بلغ ولا ما بلغ، ما علامات البلوغ؟ كسرة الشعر وتخن الصوت. تخن الصوت؟ نجلس علم يا جماعة. يعني ما الدليل على كثرة الشعر وتخن الصوت؟ طيب ما الدليل على ان علامات البلوغ كثرة الشعر وتخن الصوت؟ ما انت شعرك قصير اهو. لا مش شعري. شعري معانا يا سيدي. شعر ما الدليل على ان شعر معانا علامة بلوغ؟ لا لا تعلم. طب ما تعرف تخن الصوت من علامات البلوغ؟ والله انا سمعتها من الشيخ يعني في نبره. سمعتها من الشيخ في نبره. ماشي. علامات البلوغ عند الرجال ثلاثة. واحد لا اختلاف عليه. واثنين فيهم يعني كلام. الذي لا اختلاف عليه الاحتلام. يعني خروج المني من الشاب. هذه العلامة لا اختلاف بين العلماء فيها. في علامتين أخرين فيهم خلاف. الأولى بلوغ 15 عاما لأن ابن عمر قال عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجدني ردني ما قال ما تصلح للحرب. عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 عاما على تقريب الكسور يعني فأجازني. فبعض العلماء جعل هذه علامة لكن الصحيح هي في الحديث ليست بعلامة. قد يكون هذا في حق ابن عمر ويكون غيره
أصغر منه بلغ أو أكبر منه بلغ. الثالثة إنبات الشعر حول الآنة، لأن النبي عليه السلام في لما قضى صعد بن معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، فكان يكشف على الشخص إذا نبت له شعر حول الآنة قتل، لم ينبت ترك، دل على ما تعني. طيب الله يسلمك، يعني أنت مكلف ولا مش مكلف الآن؟ نعم. مكلف ولا مش مكلف؟ بإيه؟ ها؟ مكلف بالأحكام الشرعية ولا لا؟ يعني أنت داخل فيها أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ولا لا؟ مكلف. مكلف. لماذا تلبس ساعة في الشمال؟ سؤال. طبيعة. طبيعة؟ عادي يعني ولا؟ عادي. طب ليه أنت لا تلبسها في اليمين؟ كمثال يعني، هل في عندك يعني حاجة دعتك إلى أن تلبس ساعة في الشمال وتترك اللي مش من اليمين حقا أن تزين؟ ها؟ أيوه. ها؟ الأمر فيه ساعة، والرسول كان له خاتم يلبسه في الشمال أحيانا عليه الصلاة والسلام، وأكثر الوقت كان خاتم النبي في يده الشمال عليه الصلاة والسلام، ولكن لبست في الشمال في اليمين الأمر فيه ساعة. وبعضهم يقول ألبسها في اليمين لأن اليمين أحق أن تزين، لكن نقول الرسول كان الخاتم أشد زينة وكان يلبسه في الشمال. وأيضا واحد يقول لك أنا بحرك اليمين كثير، بحرك اليمين كثيرا، أحرك اليمين، فيحتاج الحركة تكون خفيفة. ده كلام يعني. وفي مثل عند البدو السعوديين والخليجيين، لما تيجي تعطيه المسند كده مسند يقول لك تريد تهينه ضع المتك عن يمينه، لان اذا هياكل بالشمال هو متكي كده هيضطر ياكل بماذا؟ بالشمال. ده كلام بيقولوه كلام عرب يعني، مش نصوص من كتاب ولا سنة. تحفظ اي حديث عن النبي محمد؟ نعم. اذكر إنما الأعمال بالنيات وإنما هذا غششك قبل ذلك وأنت لقطت حديث آخر. مثلا اذكر لي وأنا أذكر، أنا اللي أذكر لك. أقول لك أي حديث عن النبي محمد، وإذا قلت لك اذكر لي ما قول عن فلان ولا فلان من الملوك والرؤساء تحفظها حفظ. ولا أنت بالأهلي ولا زمالك برضه ولا مالكش في الكلام الفارغ ده؟ مالكش في الكلام ده، مالكش في الكلام ده ولا الأفلام ولا المسلسلات ولا ده. ليه ولا مالكش يعني؟ طيب هنسألك عن من أول من أسلم من الرجال والصبيان والعبيد والنساء؟ أربعة. أبي بكر الصديق من الرجال. أيوة. ومن النساء خديجة. أي. ومن الصبيان ها؟ من الصبيان؟ أيوة. لقنوه. شوف كلهم عارفين. ومن العبيد؟ زيد بن حارثة. ماشي. زيد بن حارثة رضي الله عنه. جزاك الله خير. من الموالي قيل نعم البلال أيضا من العبيد، ومن الموالي زيد بن حارثة. أنت حافظ القرآن؟ مش كنت. كم يعني؟ لا من هنا ومن هنا. من هنا ومن هنا ومن هنا مش عارف نمسكك يعني. إيه الصورة الوحيدة اللي أنت حافظها؟ في صورة واحدة كاملة حافظها؟ كتير يا شيخ. اذكر لي صورة. ماشي. كتير يعني. حافظ الفرقان؟ لا مش كاملة يعني. مش كاملة. كان شوية ما رجعتش من زمان. طب قل لي أي صورة أنت حافظها؟ مثلا جزء عامة كامل. مثلا جزء عامة كامل. سمع البينة. سمع البينة كاملة. كاملة مال نصفها يعني. عما يتساءل. أنا قلت له لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يأتيهم
قاعد من أول الصورة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ومن لا 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 تحتاج أن تراجع هذه الصورة بدقة وتوصي شيخك أو نوصي شيخك أن يعيد معك مراجعة الجزء. جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. وما دعاء ختام المجلس؟ أكبر واحد فيكم من؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وإياكم.